الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقول لكم مرحبا بكم في ولاية تيزي وزو. أنا رئيسة الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الشلل الدماغي الموافق لستة أكتوبر تحت عنوان أفاق ومشكلات. أوجه الكلمة إلى رئيس الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف المرسلين، مقدم أحمد رئيس الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي. اليوم أنا في ولاية تيزي وزو، الولاية المضيافة، وذلك في ملتقى وطني خاص بأطفال الشلل الدماغي، المشكلات والآفاق لأطفال الشلل الدماغي. هذا الملتقى بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الشلل الدماغي المصادف ل 6 أكتوبر من كل سنة. اليوم أنا هنا من أجل إيصال رسالة نبيلة، وهي رسالة ذوي احتياجات خاصة بصفة عامة وأطفال الشلل الدماغي بصفة خاصة. هذه الفئة اللي تحتاج الدعم من السلطات العليا للبلاد، والدعم أيضا من السلطات المحلية على مستوى جميع الولايات فيما يخص صحيا أو اجتماعيا. إن شاء الله نتمنى من السلطات العليا للبلاد تكفل بهذه الفئة من ناحية المراكز الخاصة بهم أو من ناحية العمليات الجراحية تاعهم إن شاء الله. وحنا ثقتنا في الجزائر وثقتنا في رئيسنا إن شاء الله تكون هناك أخبار صارة إن شاء الله لهذه الفئة إن شاء الله يا ربي. وشكرا لكم والشكر كامل السلطات الولائية لولاية تيزي وزو. أولا قبل كل شيء نرحب بالحضور الكرام، كل من معالي الوزراء والسفراء ورجال الأعمال الذين شرفونا بحضورهم لهذا الملتقى، كما أرحب أيضا بزملائي الأساتذة الدكاترة والجامعيين الممارسين من أطباء وشبه أطباء، مختصين أرطفونيين ونفسانيين وعياديين وطلبة وأولياء، وخاصة مكاتب ممثلي المكاتب الولائية. نشكر الجميع على حضورهم هذا الملتقى الذي ينظم في طبعته الثانية بعد نجاح الطبعة الأولى بولاية معسكر في سنة 2021. هنحن اليوم نحط الرحال بولاية تيزي وزو بدار ثقافة لتنظيم هذا الملتقى بعنوان أطفال الشلل الدماغي في الجزائر مشكلات وآفاق. Enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale en Algérie, problèmes et perspectives. وقبل طبعا هذا أذكر بأن هذا الملتقى ينظم تحت الرعاية السامية لوزير الصحة وبإشراف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لدى الوزير الأول، المرصد الوطني للمجتمع المدني ووالي ولاية تيزي وزو، وبمساهمة أو بشراكة الشركاء كل من الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، شركة مزوري محمد للأشغال العمومية والبناء، والمنتدى الوطني الإعلامي الجزائري. تسجل 150 حالة سنويا. والشلل الدماغي هي إعاقة مزمنة متعددة الأعراض تنجم عن تلف في الدماغ. يحدث هذا التلف قبل، أثناء أو بعد الولادة، وتؤدي إلى عجز في الوظائف الحركية. تصاحبه إعاقات حسية، بصرية، سمعية، إعاقات معرفية، سلوكية، تعليمية، مما يستدعي تقديم برامج علاجية طبية نفسية. رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين السيدة مليكة إيجا، رئيسة المنتدى الوطني الإعلامي الجزائري، السيدات والسادة الأطباء والمختصين، السيدات والسادة رؤساء المكاتب الولائية، السيدات والسادة
أولياء أطفال الشلل الدماغي، بدون أن ننسى السيدات، أنا نقول بطلات ذوي الاحتياجات الخاصة اللهم هنا ويا ذوي الإعاقات اللهم هنا تحدوا الظروف وجاو معنا إلى ولاية تيزي وزو مضيافة. السيدات والسادة الصحفيين والصحفيات اللهم حاضرين معنا هنا. الملتقى الوطني الثاني حول أطفال الشلل الدماغي مشكلة وآثار يكون مناسبة لهذه الفئة لتعبر عن أهدافها، أهداف المسطرة أو الأهداف لدى رئاسة الجمهورية أو الهيئات الاستشارية. هذه الفئة التي تعبر من بين الفئات التي تستحق كل التقدير والاحترام من خلال إحاطتها بالرعاية تستحقها وتوفير كافة الحماية الاجتماعية اللازمة لها والتي تعتبر واجب وطنيا قبل أن يكون إنسانيا لتبقى مكانتها محفوظة في مجتمعنا. كما أفادت الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي سياسة تضامنية تهدف لصيانة حقوق أطفال الشلل الدماغي في الجزائر. ولهذا هذا الملتقى الوطني لاستكشاف واقع أطفال الشلل الدماغي في الجزائر. أحيي الحضور وأشكركم على الدعوة. Alors, je me présente Amzia Selma, Raïsat Majora Mikhali Talabi Ikhtarat, fil Hayat Rotani, le Hino Jarkin Sporfoul. Donc, j'ai été mbati la Al-Mufawil Rotani, comme nous avons été à l'aider à l'Hodor, donc, Inch'Allah, nous avons été à l'aider à l'Hodor. Alors, je vous remercie à l'aider à l'Hodor, et Inch'Allah, nous avons été à l'aider à l'Hodor, et Inch'Allah, nous avons été à l'aider à l'Hodor, et Inch'Allah, nous avons été à l'aider à l'Hodor, لهذا النوع من المشكلات اللي عم يعانيوا منهم اطفال الشلل الدماغي يعني بالخصوص والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بالعموم. دونك احنا في الهيئه الوطنيه لحمايه ترقيه الطفوله دونك من اهم الحقوق اللي نحافظوا عليها ونحميوها يعني هو حق الطفل في الصحه. دونك هنا باش نلحقوا نوفروا حق الطفل في الصحه لازم يكون التكفل الجيد بهذه الفئه من الاطفال هذيا، وهذا هو الامر اللي مالوغوزمون راهو ناقص فيها في الجزائر. دونك حسب الاتصالات اللي يعني نتلقاوها يعني على رقم الاخضر 11 وين يعيطوا لنا بزاف الاولياء مالوغوزمون سورتو في المناطق النائيه اللي ما عندهمش بالك ما كاش اقسام خاصه باش يدمجوا الاطفال هذوما. دونك كيقول الاطفال يعني نهضر على الاطفال يعني عموما وبالاخص لي زونفون اي ام سي باسكو بالك راح يزيدوا يصيبوا صعوبه بلوس كو باغ اكزومبل الاطفال التوحد ولا عندهم متلازمه الداون ولا سورتو في التعليم فيما يخص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثمثل تيس مدين نزول في الأول نزول في سوان ورزدهم تيزي وزو. في البداية أود أن أزف لكم تحية رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد عبد الرحمن الحمزاوي وكذلك اعتذاراته على عدم القدرة على المشاركة شخصيا في هذا الملتقى حتى وإن كان أراد ذلك وذلك لارتباطات بالنسبة للبرنامج تاعه. بالنسبة للملتقيات كيما هذه في المرصد الوطني للمجتمع المدني نثمن دائما هذا النوع من الملتقيات وهذا النوع من النشاطات وذلك لما لديه من أهمية في عملية التشخيص ولما لديه أهمية كذلك في تسليط الضوء على هذا النوع من الإعاقة وكذلك وخاصة النقطة الأهم هي أنه الاحتياجات تاع هذه الفئة لازم توصل إلى أعلى المستويات وذلك لتكون الاستجابة مباشرة بالنسبة لهذه الاحتياجات. اليوم المجتمع المدني والجمعيات بصفة عامة تلعب دور ليس فقط دور استهلاكي وإنما دور اقتراح بديل، دور اقتراح حلول ولكن دور وضع ميكانيزمات كذلك حتى تكون هذه الحلول ناجعة وذلك والهدف تاعها يبقى دائما هدف واحد ووحيد وهو تحسين الظروف المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم ولكن كذلك أن يكون لها إسقاط على الواقع خاصة فيما يخص التمدرس وكذلك فيما يخص التشغيل لتبقى دائما كذلك نقطة مهمة بالنسبة لهذا الفئة. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل نحن نحمل فقط الأمل كون الجمعية هي أصلا اسمها أمل الحياة فجئنا هنا لنضيف لبنة أخرى لما يحمله الأمل في هذه الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى صحابته الطيبين الطاهرين. السيد والأخ
أحمد المقدم رئيس الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي الشكر والتقدير أن يلبي الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين دعوة الحضور، حضور اليوم للملتقى الوطني أطفال الشلل الدماغي في الجزائر مشكلات وآفاق. ممثلا في شخص رئيس المكتب الولائي لولاية تيزي وزو السيد حسين معمري والذي هو حاضر بيننا، وكذا الطاقم الحاضر معيته إدارات الاتحاد، وممثلا كذلك في شخص رئيس الاتحاد، إذ أني لا أرى بدا إلا أن أشكركم على حسن الاستقبال، وأن أجزم في هذا الملتقى الوطني والذي يجمعنا في الولاية المجاهدة ولاية تيزي وزو المضيافة على أن الأخوة والمحبة والصدق في المعاملة الذي جمع مجاهدو الثورة لإخراج المستعمر الفرنسي من الجزائر الحرة هو المشعل الذي يستوجب علينا حسن استلامه والعمل به ثم تسليمه للأجيال القادمة. المنتدى الوطني، خليها مدام. أنا نقول المنتدى الوطني الإعلامي الجزائري راهو يخدمته في الميدان، باش اليوم احنا راح نوصلوا صوت هذه القرحة اللي سمعناها الآن، هذه الدمعة اللي شفناها في عين الأم، هذه الوجعة اللي رانا نحسوها هي كبيرة، لأنهم هما ما مش يرقدوا باش يصيبوا الحلول كيفاش رايحين يسولاجيو هاد لي مالاد. ماجبو غوميرسي كاع لي ريشيرشور، باسكو مام مون ماري ميدسان شيروجيان، دونك جو سي تري بيان كومون. السلام عليكم، أنا سولة فدهيبي من ولاية جيجل. اليوم عندي تظاهرة مع جمعية الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي. اليوم رانا هنا معهم والحمد لله التظاهرة هذه، يعني ما شاء الله احنا ذوي الاحتياجات الخاصة نحب نكونوا مع أطفال الشلل الدماغي ونحطوا اليد في اليد باش نتعاونوا. أكيد راح نلقاو حلول للمشاكل تاعنا. طبعا دروك انا كما يقولوا عندي بزاف هكا اولياء، راني نتصل بهم باش نعرفوا هكا الحوايج هكا على اطفال الشلل الدماغي. وكاين ناس يعني ما شاء الله يعني يقدروا يعني يقراوا، يقدروا يديروا حوايج في حياتهم. ان شاء الله نلقاو الحلول وربي يجيب الخير ان شاء الله. عنده حاجة اسمها الاستجمس، لو تبصي في عينيه تلاقي حركة غير متزنة لنمن العين، المفروض انت نمن العين مكانه في النص، يطلع فوق او يطلع تحت او يروح يمين او يروح شمال، لا الطفل ده عنده حركة عشوائية حتى في العين.